يعني ايه اتجوزت عليا؟ يعني خلاص كده؟ هو ده عدل ربنا؟ آه، وما كانش عاجبك بالسلامة، هو أنا كده، واتجوزت عرفي، ومش هسيبها وبحبها. والله العظيم انت راجل ظالم. أقول لك يا بيه، يلا خد العيال دول غرف 60 داهية. آه، وأنت طالق، يلا يا ستي، بالسلامة بقى. بسهولة كده بتقولها؟ آه، وما عنديش غير كده. يلا يلا بره البيت، يلا غوري، امشي. حرام عليك، انا اروح فين دلوقتي؟ انت عارف ان انا ماليش مكان تاني اروحه. منك لله يا ظالم، منك لله. انا اروح فين دلوقتي يا ماما؟ مفيش قدامي حد اروح. ام وابويا منفصلين وعندهم مشاكل الدنيا والاخره، وكل واحد اتجوز حد تاني وخلاص. اروح انا فين دلوقتي؟ مفيش قدامي غير حماتي. تعالوا يا اولاد، تعالوا، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. ايه اللي حصل يا بنتي؟ وايه اللي خلاه الموضوع يوصل للطلاق؟ عشان عرفت ان هو بيتجوز عرفي واحده تانية غيري يا حماتي. هو انت عرفت يا بنتي؟ ما انا المغفله اللي فيكم، اللي الوحيده ما تعرفش حاجه. والله يا بنتي انا ما كان عاجبني الوضع ده، بس هو اللي اجبرني ان اخد لها هديه واروح لها، قال بيحبها قال. طب وانا ذنب ايه وذنب العيال دول ايه؟ هفضل ماشيه في الشارع ماليش مكان اروحه يعني ولا ايه؟ معلش يا بنتي، روحي له كده وتحايلي عليه وترجيه إيه عشان تقعدي في البيت. امال هتعملي ايه يا بنتي بالعيال دول؟ ما انت لا ام ولا اب تروحي لهم ولا حد يسندك خالص، هتروحي فين؟ ما تكلميه يا حماتي انت. هو ده بيكبر لحد ولا بيعمل مقام لاي حد؟ ده دايس علينا كلنا عشان خاطره. معلش معلش يا بنتي، تعالي على نفسك كده وروحي له كده وتحايلي عليا يا بنتي عشان العيال دول ما يتربوش في الشارع. ماشي يا طنط، يلا يا ولاد. كده هو يا ابني ترمي لحمك كده في الشارع وعادي بالنسبه لك؟ يقطع الحب وسطين. حاضر حاضر. يوه، هو انت تاني؟ انت ايه اللي رجعك وليه؟ انا مش لسه مطلقك؟ انت عارف، عارف اني ماليش مكان اروح، والعيال دول هيروحوا فين ولا يقعدوا فين؟ هرميهم في الشارع يعني؟ ما انت عارف اني ماليش لا ام ولا اب، ولا فيهم حد بيسأل عليا اصلا. وانا مالي انا بالفيلم بتاعك ده؟ انا مش عايز خوت الدماغ. خلاص خلاص، انا موافقه ان انت تتجوز عرفي ومش هتكلم في حاجه خلاص، بس خليني قاعده في البيت عشان خاطر العيال، ورجعني تاني على ذمتك. صدق صعبت عليا. ماشي يا ست، خليك عايشة يا ست في البيت، واديني رجعتك اهو يا ست. انا رجعتك ليا تاني ولعصمتك. يا ربنا يخليك يا رب. قولي لي اعملي اللقمة يلا عشان اطفحها. حاضر، من عينيا الاتنين، وبالمرة خليك قاعد بقى معاي. ده انت وحشني قوي. لا بقول لك ايه، حكم انا مش عايز خوتك تقعدي تقولي بقى خليك قاعد معايا. لا مش خليك قاعد، ده مش بمزاجك انت، انا اللي اقول واقرر، وكلامك ده مش على هواي. وبقول لك ايه، انا مش عايز قرف وجع الدماغ. يلا غرف 60 دهي. انا عارف، انا عارف ان انت عمال تبهدل فيا وتشتمني وتضربني، عشان عارف ان ماليش حد ولا في اي حد هيوقف لك ولا يقول لك ايه اللي انت بتعمله ده. بس ربنا موجود، وربنا ما بيسيبش حق حد مظلوم ابدا. يا ماما يلا يلا بقى عشان الخطبتين بتوعك دول. انا ما كنت صدقت اني ارتحت منك بلا خوته انت والعيال. غرف 60 ده يلا. قال لسه هتيجي تديني حكم ومواعظ، ده انت بره وهي اللي جوه. يلا غرف 60 ده يا بلاش وجع دماغ. هنروح فين دلوقتي يا ماما والدنيا ليلت؟ مش عارف، مش عارف اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. جوزي وكرشني بره البيت عشان خاطر مراته الجديد، وحماتي مش هترضى تدخلني عندها البيت عشان هتخاف من ابنها عشان هو اللي بيصرف عليه. امي وابويا منفصلين، وكل واحد متجوز جوازه تانية جديده، وسايبني من زمان، سايبني سايبني من زمان، وانا عندي 6 سنين كان سايبني مع نينتي. والوقت نينتي ماتت ومليش حته اروح. اروح فين؟ اروح فين ولا اقعد عند مين؟ هفضل قاعده في الشارع كده؟ حد يقول لي اعمل ايه؟ معيش ولا جنيه في جيبي حتى اجر شقه ولا اي حاجه. منه لله، منه لله الظالم والمفتري اللي بيفتري على اهل بيته ويكرشهم وهم ملهمش اي سند ولا اي ظهر. حسبي الله ونعم الوكيل.